النص على حقوق الإنسان في قوانين خاصة أو قوانين عامة في أي دولة من الدول، أو النص عليها في إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية والإقليمية، لا يكفي للقول بأن تلك الدولة تحترم حقوق الإنسان وملتزمة بالمعايير الدولية في هذا الشأن. يعني أنه إذا دولة نصت في قوانينها الخاصة أو قوانينها العامة، أو نصت في المعاهدات، أو وقعت وصادقت وانضمت على لاتفاقيات دولية، هذا الشيء غير كافي لأنه هذه الدولة تحترم أو توفر الحماية الكافية لحقوق الإنسان. فالحقوق والحريات سطرت في عدة قوانين أو وجدت نتيجة لأعراف اجتماعية، لكنها في نفس الوقت تتعرض للانتهاك من السلطات المتعددة في الدولة. ومن ثم وجب إيجاد وسائل وآليات وطرق تكفل حماية حقوق الإنسان. وعند الرجوع إلى التطبيقات المعاصرة لتلك الوسائل، لاحظنا تعددها، أي أنها وسائل متعددة ومتفرعة في المجال الداخلي داخل الدولة وفي المجال الدولي على الصعيد الدولي بين الدول. ويمكن ردها إلى 3 أصناف رئيسية، وهي وسائل الحماية القانونية، ووسائل الحماية القضائية، والوسائل الدبلوماسية أو السياسية لحماية حقوق الإنسان. إذن وسائل حماية حقوق الإنسان عندنا وسائل قانونية منصوص عليها في القوانين الداخلية والقوانين الدولية، وعندنا وسائل قضائية من خلال المحاكم والقضاء أو السلطة القضائية، ووسائل سياسية أو دبلوماسية. اليوم في هذه المحاضرة راح نتناول وسائل الحماية القانونية لحقوق الإنسان. وسائل الحماية القانونية لحقوق الإنسان أو حماية حقوق الإنسان من الناحية القانونية. المحاضرة اللي بعدها راح نتناول وسائل الحماية القضائية والدبلوماسية. الوسائل القانونية، بداية أن الدستور يقف على قمة البناء أو الهرم القانوني للدولة، ثم تأتي بعد الدستور التشريعات العادية أي القوانين، ولكل قانون دور في حماية حقوق الإنسان. ولهذا تكون الوسائل القانونية تكون على نوعين، وسائل دستورية وتشريعات عادية أو تشريعات اعتيادية، يعني قوانين. من نقول وسائل أو من نقول تشريعات عادية، يعني القوانين. الدستور يمثل قمة الهرم القانوني في الدولة. إذن الدستور شنو مركزه؟ الدستور مركزه أعلى من القانون. الدستور أعلى من كل القوانين. الدستور يسمو فوق كل القوانين، ولا يجوز لأي قانون أن يعارض أو يتعارض أو يتناقض مع أحكام الدستور. تمام؟ لا يجوز لأي قانون أن يتعارض أو لا يتناغم أو يشكل وسيلة مناقضة لنصوص الدستور، بمعنى أن القانون لازم في نصوصه في متنه وبين طياته يأتي موافقا لأحكام الدستور. ليش؟ لأن الدستور أعلى من القانون، وهو في مرتبة أسمى ويسمو على كل القوانين. إذن فالوسائل القانونية راح تصير عندنا نوعين، وسائل دستورية. وسائل دستورية باعتبار هو الدستور هم قانون، لكن في المرتبة الأولى أو المرتبة الأسمى من كل القوانين. وسائل دستورية وتشريعات عادية أو قوانين عادية. واضح؟ فالوسائل الدستورية، هسه الوسيلة الأولى من حماية حقوق الإنسان هي الوسائل القانونية. الوسائل القانونية أولها وأسماها وأهمها وأعلاها هو الوسائل الدستورية. إذا من الوسائل القانونية لحماية حقوق الإنسان هي الوسائل الدستورية. والوسائل الدستورية تتعدد هذه الوسائل أي الدستورية التي تساعد على حماية حقوق الإنسان، ولكنها تكمن في ضرورة وجود دستور مدون ينص على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وإقرار مبدأ سيادة القانون. إذن
الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان أو الوسائل الدستورية التي تساعد على حماية حقوق الإنسان متعددة، ولكنها رغم تعددها تحتاج إلى ضرورة وجود دستور مدون. والدستور المدون أي المكتوب، يعني محرر رسميا، دستور مدون مكتوب بطريقة تحريرية رسمية، ومن خلال تدوينه ومن خلال كتابته لازم يحمل بين طياته نصوص ومبادئ. من هذه المبادئ التي يجب أن ينص عليها الدستور المدون لحماية حقوق الإنسان هما مبدئي: مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون. وراح نوضح شنو نقصد، ما معنى مبدأ الفصل بين السلطات، ومن هي هذه السلطات، وأيضا ماذا نقصد بإقرار مبدأ سيادة القانون. بالنسبة للدستور المدون، القواعد الدستورية أو النصوص الدستورية أو المتون الدستورية أو المواد الموجودة في الدستور تكون أحيانا أو غالبا ما تكون مدونة وأحيانا عرفية. إذن الدستور مرة يكون مدون، ووضحنا نقصد بالمدون المكتوب تحريريا محرر بطريقة رسمية، أو يكون دستور عرفي غير مدون ومبني على الأعراف السائدة في الدولة، الأعراف الدينية، الأعراف الاجتماعية، الثقافية، العشائرية وغيرها. بمعنى راح يصير عندنا نوعين من الدساتير: دستور مدون ودستور عرفي، يعني دستور مكتوب ودستور غير مكتوب. ولكن أغلب الدساتير الحديثة في الوقت الحاضر هي دساتير مدونة. أي مكتوبة. ليش؟ لأنها تتسم بالوضوح والدقة والتحديد، يعني تتميز بالشفافية عندما تكون دساتير مكتوبة، مما يؤدي إلى ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. يعني الدستور المدون المكتوب يضمن حماية حقوق الأفراد أكثر من غيره من الدساتير غير المكتوبة أو الدساتير العرفية. فالقواعد الدستورية تتميز بالسمو الموضوعي على القواعد القانونية الأخرى. القواعد الدستورية تتميز بالسمو الموضوعي، يعني تسمو على القواعد القانونية الأخرى، باعتبار الدستور يسمو على القانون وأعلى من القانون. ولأن الدستور هو القاعدة الأعلى أو القواعد الدستورية، هي القواعد الأعلى في الدولة، وتتميز الدساتير أيضا إضافة إلى السمو الموضوعي تتميز بالسمو الشكلي. الدساتير تسمو موضوعيا وأيضا تسمو شكليا، كونها تنص على الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. إذن صار عندنا نوعين من السمو: سمو موضوعي وسمو شكلي أو إجرائي. السمو الموضوعي لأن الدستور أعلى من القانون، والسمو الشكلي لأن الدستور ينص على الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، يعني الدستور يراقب القوانين. وتعد القواعد الدستورية من أهم وسائل حماية حقوق الإنسان. إذن فالدستور هو أهم وأول وأفضل وسيلة لحماية حقوق الإنسان، خصوصا إذا نص الدستور على المبادئ الأساسية لتلك الحقوق، و
ويصبح تعديل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أمرا محظورا، أي ممنوعا في الدساتير الجامدة وصعبا في الدساتير المرنة. إذا بما أنه الدستور أسمى من القوانين والقواعد الدستور أهم وسيلة من وسائل حماية حقوق الإنسان، خاصة إذا نص الدستور بصورة مباشرة على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويفرد باب أو فصل لحماية حقوق الإنسان، وهذا موجود في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أفرد الباب الأول لحماية الحقوق والحريات. فإذا نص الدستور المدون المكتوب نص بصورة مباشرة على حماية حقوق الإنسان ووضع المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، هنا يكون من الصعوبة تعديل الدستور أو من الصعوبة تغيير أو تعديل أو حذف هذه المبادئ، خصوصا إذا كان الدستور جامد وليس مرن. يعني إذا الدستور جامد يصبح الأمر مستحيل، وإذا الدستور مرن يصبح الأمر في غاية الصعوبة. وهنا لازم نوضح ماذا نقصد بالدساتير الجامدة وماذا نقصد بالدساتير المرنة. الدستور الجامد من الصعوب إجراء التغييرات أو التعديلات عليه. الدستور الجامد هو الدستور الذي يكون من الصعوبة بمكان إجراء التغييرات أو التعديلات عليه، هذا هو الدستور الجامد، ولا يتم تغييره إلا بموجب استفتاء شعبي عام أو بموجب انقلاب أو بموجب تغيير النظام، هذا طبيعة الدستور الجامد. أما الدساتير المرنة فهي الدساتير التي بالإمكان تعديل عليها وبالإمكان إجراء بعض التغييرات عليها، هذه هي الدساتير المرنة. السؤال هو دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هل يعد من الدساتير المرنة أم أنه من الدساتير الجامدة؟ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هل هو من الدساتير المرنة أم من الدساتير الجامدة؟ زهراء شلاب، هسا عرفت شنو الدستور المرن والدستور الجامد؟ زميلتكم تسأل ما هو الدستور المرن وما هو الدستور الجامد. طلاب دستور جمهورية العراق، أحسنت زهراء، طلاب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هل يعد من الدساتير المرنة أم أنه من الدساتير الجامدة؟ ووضحنا أنه الدستور المرن بالإمكان تغييره والدستور الجامد من الصعوبة تغييره أو إجراء التعديلات عليه. غير زهراء، باقي الطلاب، بقية الطلاب ليش ما تجاوبون؟ أنا بس أريد المشاركة بغض النظر عن أنه الإجابة صح أو خطأ، نحتاج المشاركة حتى أعرف أنهم متفاعلين وياي بالمحاضرة. طلاب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يعد من الدساتير الجامدة وليس الدساتير المرنة، باستثناء صديقكم كرار صبيح محمد جون اللي جاوب من الدساتير الجامدة، وبدليل أنه الكثير من المحاولات، الكثير من التظاهرات، الكثير من المطالب حصلت ولم يتم تغيير الدستور، تمام؟
من 2005، بعد 2005 والى اليوم بدات التيارات، بعض التيارات بدا المواطنين بصوره عامه، بعض المؤسسات، بعض المنظمات حاولوا يتظاهرون، حاولوا يطالبون بتغيير الدستور او تعديل الدستور ولم يتم، لانه لا يوجد نص في الدستور في داخل الدستور ينص على تعديله. تمام؟ لا يوجد نص داخل الدستور يلزم بالتعديل او اجراء التغيير من اول الدستور من الديباجه الى الخاتمه والملاحق. لا يوجد نص في الدستور يتضمن تعديله. نعم زهراء، لحد الآن لن يتم أي إجراء على دستور جمهورية العراق لسنة 2005. من صدر دستور جمهورية العراق سنة 2005 ولا اليوم احنا سنة 2022 الدستور ما صدر. نعم محاضرة الصباحي، هذا اليوم محاضرة الصباحي، محاضرة المسائي وقت المساء تكون، الا اذا انا ابلغكم انه ادمجكم. على العموم فدستور جمهوريه العراق من سنه 2005 والى سنه 2022 وال24 و25 ما راح يتم تغييره، لانه من الصعوبه اللي اقرب للمستحيل يتم تغييره، الا اللهم انه تغير شكل الدوله او تغير نظام الحكم او اصبحت هناك انتفاضه او ثوره او تغير حدث ما او تعرضت الدوله لاحتلال جديد مثل احتلال الامريكي لسنة 2003، تعرضت لغزو، يعني لظروف مفاجئة، ظروف قوة قاهرة، ظروف طارئة وغير متوقعة. تمام؟ فدستور جمهورية العراق يعني حتى اذا صار استفتاء شعبي من الصعوبة تغييره، ولا يحق للبرلمان تغيير الدستور، لان الدستور اعلى من القوانين واعلى من البرلمان. البرلمان صلاحيته يشرع قوانين، مجلس الوزراء ما يقدر يشرع القوانين، مجلس الوزراء ينفذ القوانين، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ينفذون القوانين. السلطة التشريعية اللي هو البرلمان أو مجلس النواب العراقي أعلى من السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، هو اللي يشرع القوانين، والدستور أعلى من القوانين وأعلى من البرلمان. فلازم نأسس لجنة مثل لجنة صياغة الدستور بال 2004، لازم تتأسس لجنة، هذه اللجنة أعلى من البرلمان، تجي وتضع دستور او تعدل على الدستور وتلغى اللجنه، وما يحق لها ترشح للانتخابات وما يحق لها تشارك باي عمل من الاعمال. تمام؟ فالدستور العراقي من الدساتير الجامده ومن الصعوبه بمكان تعديله او اجراء بعض التغييرات عليه. كما أن كيفية تطبيق الدستور لا تقل أهمية عن نصوص الدستور، فالتطبيق الفاسد يذهب بأرقى الدساتير، والتطبيق الجيد يغطي ما يكون بالدستور من شوائب. يعني مرة عندنا دستور محترم وراقي ونصوصه متينة، ومرة عندنا دستور تحتريه بعض الشوائب، ولكن الدستور الممتاز والجيد والذي يتسم بالحداثة ما طبق تطبيقا صحيحا ووقع في أيادي فاسدة، والدستور الآخر الذي تعتريه بعض الشوائب تم تطبيقه بصورة صحيحة. هنا التطبيق جدا مهم، حتى وأن كان الدستور تعتريه العيوب أو النقص التشريعي أو تحيط به الشوائب، المهم التطبيق، ضروري جدا انه تطبيق الشيء بصورة صحيحة. يعني مثلا مرة واحد عنده سيارة حديثة بس ما متمكن انه ما يعرف شلون يسوق هذه السيارة، ومرة واحد عنده سيارة قديمة لكن يعرف يسوق سيارة بأداء ممتاز، لما يطلع بالشارع العام او بالطرق الخارجية من راح يكون افضل؟ اللي عنده سيارة حديثة وما يعرف يسوق، لو اللي عنده سيارة قديمة بس يعرف يسوق؟ نفس فالتطبيق الجيد، التطبيق الجيد للدستور يكون التطبيق الجيد، لما نطبق تطبيق جيد حتى ذا الدستور غير ممتاز أفضل من التطبيق الفاسد والدستور ممتاز. تمام؟ فالتطبيق الشيء جدا مهم. وطبعا حصلت حادثة بالولايات المتحدة الأمريكية،
اعتقد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، عندما اختلفوا في تحديد الكتلة الأكبر، أو هل أن الرئيس الأمريكي يبقى مرشح لولايات مفتوحة. وعلى ضوء ذلك قامت المحكمة الدستورية الأمريكية بتعديل الدستور، لأنه من الدساتير المرنة وليس من الدساتير الجامدة. الدستور الأمريكي من الدساتير المرنة، احنا دستورنا جامد، حتى المحكمة الاتحادية ما تقدر تجري تعديل عليه. فالدستور الأمريكي من الدساتير المرنة أجروا تعديل عليه، وأصبح الرئيس الأمريكي يرشح لولايتين فقط، يرشح لولايتين ولا يحق له الترشيح لولاية ثالثة. فالدستور وإن كان ينظم العلاقة بين سلطات الدولة وبين الإطار العام لحقوق الأفراد وواجباتهم، فإنه فوق كل ذلك يكفل احترام الحقوق والحريات في مواجهة الدولة، وهو أداة فعالة لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الجميع بما في ذلك السلطة التشريعية. إذن الدستور يمتلك كل زمام الأمور. الدستور يمتلك السلطة ويمتلك الولاية التامة فوق المحكمة الاتحادية، ويمتلك السلطة فوق مجلس النواب والسلطة التشريعية البرلمان، ويمتلك الدستور كل السلطات. فالدستور هو من أهم وأسمى القوانين. مبدأ الفصل بين السلطات، وين النص على مبدأ الفصل بين السلطات؟ هل النص على مبدأ الفصل بين السلطات في القانون؟ لا، ننص على مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور، لأن إذا نصينا على مبدأ الفصل بين السلطات في القانون، القانون صدر من سلطة تشريعية من البرلمان، والسلطة التشريعية هي تحتاج من يفصل عملها عن السلطة التنفيذية، يعني مجلس الوزراء أو الحكومة. فالدستور هو الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات، ويراد بهذا المبدأ هو عدم تركيز السلطة في قبضة هيئة واحدة، مثل ما كان في الامبراطوريات القديمة أو النظم الدكتاتورية، أنه يعتمدون على المركزية الإدارية، وتصير كل القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات تتكدس باسم شخص واحد أو عائلة واحدة أو حزب حاكم، وهذا يؤدي إلى الطغيان والظلم والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات. الآن في مفهوم الدولة الحديث أصبح عدم تركيز السلطة في قبضة هيئة واحدة، وإنما يتم توزيعها على عدة هيئات، وكل هيئة تتمتع بالاستقلال. فهيئة تقوم بتشريع القوانين، هيئة تشريعية تشرع القوانين مثل البرلمان مجلس النواب العراقي، وهيئة أخرى تنفذ القوانين اللي هي الحكومة أو السلطة التنفيذية تنفذ القوانين عن مجلس الوزراء، وهيئة ثالثة تفصل في النزاعات بين الأفراد اللي هي السلطة القضائية. إذن بالعراق حسب النظام الديمقراطي بعد عام 2003 تم تقسيم السلطات، أما قبل عام 2003 فهناك كان حزب حاكم واحد لعائلة واحدة لاسم واحد، وأصبحت المركزية إدارية، وأدى هذا إلى ما أدى من ظلم وجور وانتهاك واضطهاد وطرد وتعسف واستبعاد وغير ذلك من الجرائم البشعة الكبرى. الآن تم توزيع السلطات في نظام اللامركزية الإدارية، وتم تقسيم السلطات، وأصبح هناك توازن سياسي بين السلطات، فلا تستطيع السلطة التشريعية أن تطغي على الأفراد، ولا تستطيع السلطة التنفيذية، ولوجود سلطة ثالثة قضائية مستقلة تفصل في النزاعات بين الأفراد، بين فرد وفرد آخر، وتفصل في النزاعات بين المؤسسات عندما يكون نزاع بين البرلمان والحكومة، وتفصل في النزاع بين الأفراد والمؤسسات. هناك ثلاث أنواع من النزاعات: بين الأفراد وبين المؤسسات وبين الأفراد والمؤسسات. والسلطة القضائية اختلف الفقهاء في مدى استقلالها،
منهم من يرى أنها مستقلة، سلطة مستقلة، ومنهم من يرى أنها تابع لسلطة أخرى تتبع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولكن بالأصل هي سلطة مستقلة، وحتى إن كانت تتبع فتتبع في الأمور المالية، الأمور التنظيمية، الأمور الإدارية، لكنها من ناحية القرارات يجب أن تكون مستقلة. فمبدأ الفصل بين السلطات لا يعني استقلال كل سلطة عن الأخرى استقلال تام، لأن إذا فهمنا بهذا المفهوم الضيق والجامد أنه كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلال تام، من الناحية العملية ما نقدر ولا نستطيع نتصور هذا الشيء. فالسلطات على الرغم من فصلها تجد نفسها بالضرورة وبطبيعة الأشياء مضطرة التعامل والتضامن والتعاون والسير معا للحفاظ على سير المرافق العامة في الدولة. ويرى بعض من الفقهاء أن الفصل بين السلطات يجب أن يكون فصل نسبي وليس مطلق ومرن، ويبنى على أساس من التعامل والتعاون والتعاضد والتوازن بينهما. وهذا المبدأ هو وسيلة فعالة، وسيلة فاعلة لحماية حقوق الإنسان من تجاوز أو تعسف السلطة، أي السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. ومن خلال تطبيقه تطبيقا سليما تقسم وظائف الدولة على عدة سلطات، مما يفرض على كل سلطة أن تعمل بوضوح أمام السلطة الأخرى، يعني السلطة التشريعية مجلس النواب تعمل بوضوح أمام سلطة الحكومة، والحكومة كجهة تنفيذية تعمل بوضوح أمام البرلمان، وكل سلطة تمتلك صلاحية الأمور وزمام الأمور لتراقب عمل السلطة الأخرى وتوقفها إذا ما تجاوزت على اختصاص السلطة الأخرى. يعني لا مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية يقدر يتدخل ويشرع قوانين ما يحق له لأن هذا عمل البرلمان، ولا البرلمان يستطيع ينفذ قوانين لأن هذا عمل الحكومة مجلس الوزراء، ولا يحق لأي سلطة من هذه السلطات أن تفصل في النزاع لأن هذا اختصاص مجلس القضاء، السلطة القضائية، المحكمة الاتحادية. فكل سلطة تلتزم باختصاصها وصلاحياتها، وهذا المبدأ هو من أهم ضمانات حماية حقوق الإنسان. إذا ما اعتمد مبدأ التوازن بين السلطات، لا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعني برلمان وحكومة، من خلال تقرير مبدأ مسؤولية الوزارة أمام البرلمان، الوزارة تتحمل مسؤولية أمام البرلمان، ولاحظنا كل احنا أنه كيف البرلمان يستجوب الوزارة ويستجوب الوزير ويقيل الوزير ويصوت على الوزير وهكذا. ومنح السلطة التنفيذية حق الحل، السلطة التنفيذية الحكومة تتمتع بحق حل البرلمان إذا ما تجاوز البرلمان صلاحياته أو ارتكب جريمة كبرى تهز أمن البلاد أو استغل نفوذه لمآرب مالية أخرى، واعتماد عدد من الموازنات بين السلطات حتى لا تطغى سلطة على أخرى ولا تنفرد السلطة بالحكم. ونص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على مبدأ الفصل بين السلطات في المادة رقم 47 منه. تتكون السلطات الاتحادية، أي الحكومة الاتحادية، تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وذكرنا أنه التنفيذية الحكومة يعني مجلس الوزراء اللي ينفذ القوانين مثل ما تنفيذية، تشريعية البرلمان أو مجلس النواب يعني يشرع قوانين، السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز، الادعاء العام، المحكمة الاتحادية اللي تفصل في النزاع بين الأفراد وبين المؤسسات أو بين الأفراد والمؤسسات، وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. أما عن مبدأ سيادة القانون، فإذا كان وجود القانون ومن ثم السلطة، وجود القانون ووجود السلطة ضرورة حتمية لشيوع الأمن والسلام في المجتمع، فإن تطور السلطة
ومن ثم الدولة فرض وجود دولة قانونية، والدولة القانونية تعني خضوع جميع مؤسسات الدولة لقواعد قانونية تقيدها وتسمو عليها. يعني كل مؤسسات الدولة، ديوان رئاسة الجمهورية يخضع القانون، مكتب الوزير، الوزير، الوزارة، رئيس وزراء، الدواوين، المحافظ، مجلس المحافظة، الكل يخضع لقانون. هذه هي الدولة القانونية أو دولة سيادة القانون. ومعنى ذلك هو أن مؤسسات الحكم ملزمة بالخضوع لأحكام القانون، شأنها شأن المحكومين، حالها حال الجميع. ومن مقتضى مبدأ سيادة القانون أن أعمال السلطات العامة في الدولة وقراراتها النهائية على أي مستوى كانت، قرار ديوان جمهوري، وزاري، إداري، غيرها، لا تكون صحيحة ولا منتجة لآثار القانونية المقررة في مواجهة المخاطبين بها إلا بمقدار مطابقتها للقانون أو القواعد القانونية الأعلى التي تحكمها. وكذلك الإجراءات والأعمال والتصرفات التي تتخذ من قبل السلطات العامة لا تكون صحيحة ولا منتجة لآثار القانون المقررة إلا بمقدار الالتزام بمقتضى القانون. وإذا ما صدرت هذه الأعمال أو التصرفات أو القرارات خلافا للقانون فهي غير مشروعة وغير ملزمة، ويجوز لأصحاب الشأن ممن وقع عليهم الظلم حق طلب إلغاء هذه القرارات والمطالبة بالتعويض. وين؟ أمام الجهات القضائية، مثلا موظف أو مواطن أو شخص محال للتقاعد أو أي شخص معين صدر قرار من مؤسسة حكومية بحقه، وشاف أنه هذا القرار صدر بحقه قرار يعني يشوبه نوع من الظلم، فمن حقه أنه يأخذ هذا القرار ويقدم دعوة أو يقيم شكوى أمام المحاكم المختصة. هذه المحكمة تدرس الموضوع وتطلب الأوليات بقرار قضاء نسخ مصدقة من المؤسسة، وتطلع عليها وتطلع على القوانين، تدرس الموضوع. إذا ارتأت أنه صحيح هذا القرار بيظلم على هذا الإنسان، فراح تصدر قرار قضائي بإلغاء القرار الذي صدر من هذه المؤسسة، وهذه المؤسسة ملزمة بالقرار القضائي الذي صدر من المحكمة. تمام؟ مثلا صدر قرار من البلدية بإزالة التجاوز أو رفع التجاوز أو غلق محل شخص معين، هذا الشخص يأخذ قرار دائرة البلدية ويراجع محكمة مختصة حسب الاختصاص ويقيم الدعوة. المحكمة هنا راح تنظر بقراره، إذا وجدت قرار أنه مناسب للقانون وأنه هذه المؤسسة مخالفة القانون راح تصدر قرار. وطبعا هذه دائرة البلدية ملزمة بقرار المحكمة، إذا هو كسب الدعوة ملزمة بقرار المحكمة، وإذا ما كسب الدعوة فيبقى قرار البلدية نافذ وملزم ومطبق. فسيادة القانون لا تعني فقط مجرد الالتزام باحترام احكامه، بل تعني سمو القانون وارتفاع القانون على الدولة، وما يتطلب ان تبدو هذه السيادة في مضمون القانون لا في مجرد الالتزام باحكامه. ومن حيث المضمون يجب ان يكفل القانون الحقوق والحريات للافراد، فهذا المضمون هو أساس سيادة القانون. ولا فائدة مرجوة من القانون الذي لا ينص على حقوق وحريات الجماعة ولا ينص على حماية حقوق الإنسان. ولا فائدة مرجوة من القانون الذي يكون أداة بيد السلطة لقهر الأفراد وكبت الحريات. فمبدأ سيادة القانون قد يكون لا معنى له ولا يشكل أي ضمان لحماية حقوق الإنسان في حال إذا كان القانون شنو؟ إذا كان غير عادل وغير إنسان ولا يطبق على الجميع.
ولذلك لابد من وجود صمام أمان، لابد من وجود صمام أمان يكفل فعالية مبدأ سيادة القانون ويضمن تحقيق أهدافه. وهذا صمام الأمان يكمن في مبدأ الشرعية. صمام الأمان يكمن وين؟ يكمن في مبدأ الشرعية. والمبدأ الثالث بعد الفصل بين السلطات وسيادة القانون هو مبدأ الشرعية، ويراد به المبادئ الدستورية التي تتقيد بها السلطات، يعني النصوص أو القواعد أو الأحكام أو مواد الدستور التي تتقيد بها السلطة. وهذه المبادئ تكفل احترام وحماية حقوق الإنسان وتقيم التوازن بين المصالح العامة في ظل نظام ديمقراطي، تحافظ على التوازن، يعني السلطة لا تقمع المتظاهرين من أجل الحماية على بقائها. فمبدأ الشرعية، مبدأ الشرعية هو مبدأ التوازن، مبدأ دستور منصوص عليه في الدستور ليضمن احترام حقوق الإنسان ويقيم التوازن بين المصالح العامة. ومبدأ الشرعية يهدف من خلال القانون إلى حماية الفرد، يحمي الفرد ضد تحكم السلطة وضمان تمتعه بكرامته الإنسانية. هذا هو مبدأ الشرعية. بعد الدساتير، نأتي إلى التشريعات العادية أو التشريعات الاحتيادية اللي هي القوانين. لما نقول تشريع عادي يعني شنو؟ القانون. إذن دستور بالدرجة الأولى والأسمى، بالدرجة الثانية القانون. فالقوانين ذات العلاقة بالأفراد والجماعة أيضا تعد ضمانة مهمة لحماية حقوق الإنسان، وتستمد قوتها الإلزامية ومشروعيتها منين؟ القوانين تستمد قوتها الإلزامية ومشروعيتها من الدستور، باعتبار الدستور هو خيمة على كل القوانين، مظلة يحمي القوانين. والحقيقة القوانين التي لها صلة بحقوق الإنسان كثيرة، ولكن في مقدمتها التشريعات العادية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور وفقا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، مبدأ تدرج القاعدة القانونية أو مبدأ تدرج القوانين، اللي هو الدستور يتدرج، الدستور بالهرم أو بالدرجة الأعلى أو الأولى، وبعد المرتبة الثانية القانون. ومن هذه التشريعات التي اهتمت بحماية حقوق الإنسان بصورة مباشرة القوانين، هناك قوانين تحمي حقوق الإنسان بصورة مباشرة وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان ولكن بصورة غير مباشرة. مثلا القانون الجنائي، اللي هو قانون العقوبات،
قانون أصول المحاكمات الجزائية. هذه القوانين تساهم في حماية حقوق الإنسان بصورة مباشرة، فهذه القوانين تتبع خطى الواقع الإجرامية من التجريم والمحاقبة على ارتكاب الجرائم وملاحقة المتهم، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتخدير مدى سلطة الدولة في محاقبته إلى أن تصل إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم. وفي هذه المراحل كافة تطبق نصوص القانون الجنائي اللي هو قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. تطبق نصوص القانون الجنائي التي تمس حرية الإنسان أو حقوق الإنسان، سواء عن طريق التجريم والعقاب أو عن طريق إجراءات تباشر ضده أو من خلال تنفيذ العقوبة عليه. إذن بعد الدستور في المرتبة الثانية هناك قوانين عادية تنص على حماية حقوق الإنسان، وفي أولها وأهمها القانون الجنائي عقوبات ومحاكمات جزائية. فقانون العقوبات يحتوي على عدة مبادئ قانونية. هذه المبادئ المنصوص عليها في قانون العقوبات أيضا تعتبر من أهم وسائل حماية حقوق الإنسان. قانون العقوبات ينص على مبادئ قانونية تساهم في حماية حقوق الإنسان. من هذه المبادئ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. هذا المبدأ يعد من المبادئ الدستورية والمبادئ القانونية المهمة التي توفر ضمانة لازمة لحماية حقوق الإنسان. فهذا المبدأ، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، نص عليه في معظم دساتير دول العالم الحديث، ومنها دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 في المادة رقم 19: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي عده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. يعني كل إنسان يتصرف تصرف نعتبرها جريمة؟ لا، مو كل شيء نسويه بحياتنا نعتبره جريمة إلا إذا منصوص عليها في القانون. يعني ما يحق لنا إحنا نقترح ونبتكر ونقترح جريمة معينة ما عليها اسم وكل شخص يتصرف قلنا هذا جريمة. لا، جريمة منصوص عليها في القانون، بعد الجريمة تأتي العقوبة. زين، يحق لنا إحنا نبتكر فد عقوبات معينة؟ يعني مثل عاقبة بالحرق أو عاقبة بالتيزاب أو عاقبة أنه أربط الإيدين والرجلين وتغمض العين وترميه من بناية مرتفعة. لا، لازم العقوبة أيضا منصوص عليها في القانون. عقوبة غرامة، حبس بسيط، حبس شديد، سجن مؤقت، سجن مؤبد، إعدام. تمام؟ حبس بنوعيه بسيط وشديد، سجن بنوعيه مؤقت ومؤبد، إعدام والغرامة. غير هذه العقوبات بعد لا توجد، هذه العقوبات المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. مثلا وقت ارتكاب الجريمة انه هذه الجريمة عقوبتها 5 سنوات، ما يجوز احنا نقل عليه عقوبة 10 سنوات، واذا تغير القانون وبعد ذلك عرفنا منه ارتكب الجريمة لازم نطبق عليه القانون اللي وقت ارتكاب الجريمة. فهذا هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وفقا لذلك يجب على المشرع العادي البرلمان، يجب على المشرع العادي البرلمان من يشرع تشريع عادل اللي هو القانون ينفذ ما أمره به الدستور، وإلا كان القانون مشوب بعيب عدم الدستورية. هذا القانون، قانون العقوبات، لازم يكون موافق للدستور انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. يعني ما يحق القانون العقوبات يخلي جرائم باختياره او ينزل عقوبات باختياره، لا، ينزل جرائم وعقوبات موجودة طبيعية منصوص عليها في كل القوانين. وانسجاما مع ما تقدم، فان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص على هذا المبدأ في المادة الأولى. لاحظوا في المادة الأولى من هو قال لا عقوبة على فعل أو امتناع عن فعل إلا بناء على قانون ينص على تجريم وقت ارتكابه. يعني إذا بالقانون الجرائم جريمة مرة تكون القيام بفعل ومرة جريمة تكون بالامتناع، يعني تمتنع عن مساعدة شخص هو جاي يحترق منزله، أو تمتنع
عن مساعدة شخص انه تقدر تنقذه من الغرق وما ساعدته في الجريمة. مرة تكون فعل ومرة تكون امتناع. فإذا لا توجد عقوبة على الفعل أو الامتناع إلا إذا كان منصوص عليها بالقانون بالتجريم ووقت الاقتراض. لو قانون العقوبات هنا صحيح صدر سنة 1969 والدستور 2005، لكن لو كان هذا القانون ما به هذا النص لتم تعديل القانون بعد الدستور، لأن القانون يتم تعديله من قبل مجلس النواب مو مثل الدستور جامد. زين، فهذا القانون هاي المادة لو ما نص عليها قانون العقوبات بال 69 ووجد الدستور متلاقي 2005 فتم تعديله، ولكن من حسن الحظ انه تمت المصادفة انه القانون اصبح موافق للدستور. بعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات شخصية، المسؤولية الجناية من اسمها شخصية، ويراد بهذا المبدأ لا يسأل عن الجريمة الا مرتكبها. مثلا شخص ارتكب الجريمة وهذا الشخص هرب اصبح مجهول، ومجهول الاقامة ومجهول المكان، لا يجوز إلقاء القبض تعسفا على أسرته، أخيه أو أبيه أو زوجته أو أولاده. لا، الشخص اللي ارتكب الجريمة هو المسؤول عن ارتكاب الجريمة، ولا تفرض عقوبة على أهله وأصدقائه وأقاربه وحاشيته، لا تفرض العقوبة إلا على الشخص المجرم، ولا يجوز أن تصيب أحد أفراد أسرته. من اسمها شخصية المسؤولية الجنائية، يعني الشخص اللي ارتكب الجريمة يتحمل المسؤولية، ولا يجوز أن يتحمل هذه المسؤولية أحد أفراد أسرته إلا إذا ثبت من خلال الأدلة أنهم متواطئين أو مساعدين أو محرضين على ارتكاب الجريمة أو مساهمين في ارتكاب الجريمة أو شركاء في ارتكاب الجريمة، هنا يكون رأي آخر. ولكن إذا كان هو الشخص المسؤول عن ارتكاب الجريمة فهو يتحمل مسؤولية ارتكابه الجريمة. المبدأ الثالث مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، وعدم رجعية القانون الجنائي بمعنى أنه لا يجوز أن يطبق القانون الجنائي على وقائع سبقت تاريخ نفاذه. يعني القانون الجنائي صدر اليوم 19/1/2022، ما يجوز نطبق العقوبات الواردة بالقانون الصدر اليوم على جريمة ارتكبت العام، حتى إذا الجريمة ارتكبت العام واليوم وصلنا للأدلة، لازم نطبق القانون الموجود وقت ارتكاب الجريمة. باختصار نقصد بهذا المبدأ هو أنه نطبق القانون اللي موجود وقت ارتكاب الجريمة، وما يجوز نطبق قانون جنائي على وقائع سبقت تاريخ نفاذه. يعني ما يجوز نطبقه بأثر رجعي، القانون صدر اليوم نطبقه على جريمة ارتكبت قبل 10 سنوات بس والله لأن اليوم اكتشفنا الأدلة، لا، انه ما يطبق القانون بأثر رجعي. فقانون العقوبات يتضمن عدة نصوص توفر الحماية الكافية لحقوق الإنسان والحريات العامة. من هذه النصوص يتعلق بالصالح الاجتماعي العام، مثل الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخل والخارج، الجرائم الواقعة على السلطة العامة، الجرائم المخلة بسير العدالة، وأيضا هناك جرائم تمت مصالح الفرد كعضو في المجتمع، مثل الجرائم اللي تمس حياة الإنسان، تمس سلامته البدنية، جرائم القتل، جرائم القتل العمد، جرائم الضرب، الضرب المفضي إلى الموت، الإيذاء، الجرح، الإجهاض، وكذلك هناك جرائم تتعلق مباشرة بحقوق الأفراد، مثل الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، مثل جريمة الخطف، جريمة التهديد، السب والقذف، إفشاء الأسرار، غيرها من هذه الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات. بعد قانون العقوبات من القوانين الجنائية قانون أصول المحاكمات الجزائية. قانون أصول المحاكمات الجزائية أيضا هذا القانون يساهم في حماية حقوق الإنسان من خلال التجريم والعقاب، وخلال الإجراءات الجنائية باعتبار قانون العقوبات موضوعي، قانون العقوبات موضوعي يحدد عقوبة، وقانون أصول المحاكمات الجزائية إجرائي يحدد جريمة، يحدد إجراءات جريمة أو يرسم لنا خارطة الطريق لكيفية الوصول إلى الجريمة، وهذه الجريمة باعتبارها تمس الحقوق والحريات. فقانون أصول المحاكمات الجزائية عندما يحقق في ارتكاب جريمة معينة يمر بمرحلتين، مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مرحلتي التحقيق
والمحاكمة. فالمتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة يتعرض لقيود، منها القبض، التفتيش، الاستجواب، الحبس، ضبط الأشياء، مراقبة الرسائل، مراقبة المحادثات الشخصية. فقانون أصول المحاكمات الجزائية يؤدي دوره في هذه المراحل لغرض حماية حقوق الإنسان، من خلال يا مبدأ، من خلال مبدأ المتهم بريء، المتهم هو عكس البراءة، ولكن جمع النقيضين وقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلى أن تثبت الإدانة. يعني المتهم اللي احنا نسميه متهم، متهم خلال أيام وأسابيع وأشهر وموقوف، هو بالأصل يعتبر بريء إلى أن نثبت دليل الإدانة، الدليل القطع النهائي الكافي لإدانته. إذا ما حصلنا دليل يرجع بريء مو متهم. فالأصل في الاتهام البراءة، عندما نسمع هذا متهم يعني هو بعد بريء، إذا اكتشفنا دليل ضده يتحول إلى مدان أو مجرم، يتحول من متهم راح نسميه مدان يعني مطلوب لأحكام سير العدالة، أو مجرم لارتكاب جريمة. لكن عندما نقول متهم يعني لا زال بريء، عندما نقول متهم هو في مرحلة الاتهام، في مرحلة الاتهام لا زال بريء. لكن إذا تبحث عن البراءة لثبوت الأدلة راح يتحول، ما نسميه متهم، نقول مدان أو مجرم. وأن كل شخص متهم بجريمة يعد بريء إلى أن تثبت إدانته بموجب محاكمة علنية. المحاكمة يجب أن تكون علنية، منصوص عليها في الدستور، في قانون العقوبات، وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية. المحاكمة علنية وليس سرية، ومحاكمة عادلة، محاكمة عادلة ليست شكلية أو صورية مثل محاكم أمن الثورة سيئة الصيت قبل نظام 2003. وكذلك هذه المحكمة تؤمن له الضمانات حتى يدافع عن نفسه من خلال ما يدون أقواله بدون ضغوط وبدون تأديب، وتوفر له محامي حتى إذا ما هو كلف محامي تنتدب المحكمة، ملزمة بانتداب محامي له. فهذه المبادئ تعد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان التي نصت عليها إعلانات والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأيضا نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليها أيضا في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. هذه في مرحلة التحقيق والمحاكمة. في مرحلة التحقيق لربما وفي أغلب الأحيان المتهم يتعرض إلى إجراءات يساء استخدامها تؤدي إلى إهدار كرامته الإنسانية الشخصية، مثل إجراءات القبض عليه، إلقاء القبض تعسفا، تفتيشه فجأة وبخته، تعذيبه، التجاوز عليه، السب والشتم وغيره. فهنا في مرحلة التحقيق المتهم البريء يحتاج إلى ضمانة قانونية لحماية حقوق الإنسان من أي قبض تعسف، وهو عدم جواز القبض، يعني لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي، قاضي مختص، قاضي تحقيق، أو محكمة مختصة، محكمة تحقيق في الأحوال التي يجوز فيها القانون ذلك. يعني بدون قرار قضائي صادر من سلطة قضائية، محكمة تحقيق مختصة وقاضي مختص، لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص. هذه الضمانة الأولى في مرحلة التحقيق. أما ضمانات حقوق الإنسان من ناحية التفتيش، فمن ناحية التفتيش أولا يجب أو يشترط لإجراء التفتيش أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل، جريمة وقعت بالفعل، وأن توجد قرائن وأدلة كافية حتى نوجه الاتهام إلى هذا الشخص قبل لا نقوم بالتفتيش. انه الجريمة وقعت بالفعل وعندنا ادلة انه نوجهها لاتهام هذا الشخص حتى نقوم بالتفتيش. ثانيا يجب وجود اثار لارتكاب الجريمة واشياء تتعلق بارتكاب الجريمة في المكان اللي نريد نفتشه، مثلا سلاح ارتكب به الجريمة واخفى بهذا المكان، اي شيء معين. لا يجوز اجراء التفتيش الا وفقا للاحوال التي نص عليها القانون، يعني طرق التفتيش لازم يكون منصوص عليها بالقانون، مو طريقة التفتيش انه تروح تداهم بالسلاح او
تقلع الباب من مكانه وتدخل او تعبر من السياج، لا، طرق التفتيش منصوص عليها في القانون، ويجب ان يكون التفتيش ويتم ويجرى بحضور المتهم. التفتيش لازم المتهم يكون موجود، وايضا صاحب المنزل او المحل، وبحضور شهود او مختار المحل او مدير المجلس البلدي، لازم هذول كلهم يكونون موجودين باجراءات التفتيش وبعد حضور المتهم او القابض عليه. قاضي التحقيق، القانون الزم قاضي التحقيق والزم المحقق انه يتم استجواب المتهم خلال مده 24 ساعه، لازم يستجوبون المتهم خلال مده 24 ساعه، حتى اذا ما توصلوا الشيء يخلون سبيله، اما بكفاله او بدون كفاله حسب الاحوال وحسب ارتكاب الجريمه، او اذا انه ظهرت ادله جديده يمددون مده التوقيف وتظهر ادله جديده الى ان يتم الوصول الى الدليل النهائي القطع الكافي لارتكاب الجريمه. بعد مرحلة التحقيق تبدأ مرحلة الاستجواب، في الاستجواب يكون من قبل قاضي التحقيق أو المحقق. بعد ما نتأكد من شخصية المتهم هو نفسه ارتكب الجريمة، ونوضح له أنه عن يان جريمة ألقينا القبض عليه، لازم هو يعرف عن أي جريمة. كذلك للمتهم البريء له الحق أن يبدي أقواله ويتحدث ويتم سماع أقواله ويطلب شهود ويتم سماع أقوال الشهود ونناقش أقواله ونستدعي الشهود اللي طلبهم لهذا الغرض. ولا يجوز إجبار المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه. المتهم غير ملزم بالإجابة على الأسئلة الموجهة له، كما لا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعة تؤثر على المتهم للحصول على إقراره. مثلا يهدد بإساءة استعمال إساءة المعاملة، أو يهدد بالتعذيب إذا ما تعترف نعذبك، أو إذا ما تعترف نتجاوز عليك بالسب والقذف والشتم وغيرها. فهذه هي ضمانات الاستجواب. أما عن ضمانات حماية المتهم، بعد انتهاء مرحلة التحقيق والاستجواب وصولا إلى مرحلة المحاكمة، اليوم ثبتت الجريمة وتحول من متهم، وين تحول بمرحلة المحاكمة؟ تحول في مرحلة المحاكمة من متهم بريء إلى مدان أو مجرم، لأن ثبتت عليه الجريمة. فمرحلة المحاكمة حتى وأن هو مدان ومجرم لازم نوفر له ضمانة كافية لحماية حقوق الإنسان، حتى وأن هو تحول من متهم بريء إلى مدان ومجرم. أولا يجب أن تكون جلسة المحاكم علنية وليست سرية، جلسة المحكمة تكون علنية وليست سرية، إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة، والمحكمة ارتأت أنه تكون هذه المحاكمة سرية. وهذا الشيء منصوص عليه في الإعلان العالمي وفي دستور جمهورية العراق، أنه جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية. بما أنه منصوص عليها بالدستور، القانون أيضا طبقها وجعل جلسات المحاكم علنية. هذه الضمانة الأولى لمن ارتكب الجريمة. ثانيا، منع تكبيل المتهم بقيود أو أغلال، وعلى المحكمة أن توفر له الوسائل اللازمة لحفظ الأمن في القاعة. المتهم المجرم اللي ارتكب الجريمة، المحكمة ملزمة توفر له الأمن بالقاعة بسبب ردود الأفعال من ذوي المجنى عليه، يعني أهل الشخص المقتول أو المغتصب أو المخطوف. فالمحكمة ملزمة توفر أمن بالقاعة للمجرم حتى ما يتجاوزون عليه وما يحتدون عليه وما يقتلوه في داخل قاعة المحكمة. كما يجب على المحكمة أن تنتدب محام لكل شخص متهم بارتكاب الجريمة. المحكمة ملزمة إذا المتهم المجرم ما عنده استطاعة مالية يكلف محامي، المحكمة راح تنتدب محامي لهذا المجرم رغم ارتكابه جريمة، وهذه أيضا وسيلة من وسائل حماية حقوق الإنسان. وسواء كانت الجريمة جناية أم جنحة،
الجنح اللي هي الضرب او الاعتداء او السب او القذف والشتم، الجنايات مثل القتل والاغتصاب والاختلاس والسرقة والسطو المسلح وغيرها. رابعا الفصل في الدعوة خلال وقت محدد، لا يجوز للمحكمة التسويف والمماطلة في الدعوة، لا يجوز التسويف والمماطلة في الدعوة، وإنما يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوة في وقت محدد وتسبب الحكم، تذكر شنو أسباب الحكم، تذكر أسباب الحكم، هذه كلها ضمانات لحماية حقوق الإنسان سواء كان متهم، بريء، مدان، مجرم، هذه الضمانات منصوص عليها في الدستور وفي كل القوانين. طلاب اليوم هذا محاضرتنا وسائل حماية حقوق الإنسان، الوسائل القانونية. المحاضرة القادمة نكمل الوسائل القضائية والوسائل السياسية أو الدبلوماسية لحماية حقوق الإنسان. قبل لا نترك المنصة، أي طالب عنده سؤال أو استفسار حول الموضوع، أي طالب عنده سؤال أو استفسار يخص المحاضرة، أي سؤال أو استفسار ما واضح طلاب حول الموضوع، محاضرة بسيطة يحتاج لها تركيز وفهم.